كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الضيف قال ماذا عندكم؟ ضعوا لنا ما عندكم فقط. ولما جاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، فأخذه معه إلى البيت، ثم دخل على امرأته قال هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا عندك؟ قالت والله ما عندنا شيء إلا طعام الصبية، ما عندنا طعام الصبية. قال علليهم الليلين مو بدون عشاء، فنضع طعامهم للضيف، فنومت الصبية بدون عشاء، وعشاء قليل، عشاء صبية، فقدموا هذا الطعام للضيف، وقامت المرأة وأطفأت السراج كأنها تعبث به وانطفأ السراج، وجلس الضيف يأكل يظن أنهم يأكلون معه وهم لا يأكلون معه وإنما يأكل وحده. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكم البارحة مع ضيفكما. عجب الله أي أعجب وفرح وأحب هذا الصنيع سبحانه وتعالى من صنيعكم بضيفكم، هذا العمل الذي أحبه الله، مع أنه لم يذبح بعيرا ولا بقرة ولا شاة ولا دجاجة وإنما قدموا طعام صبية، فأحب الله ذلك العمل وأثابهما عليه سبحانه وتعالى، وتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عجب الله بصنيعكم البارحة مع ضيفكما. فالكرم كرم النفس.